سامي مرزوق ابو غوش. وانت من غزة النحارة؟ تفاح. طيب وانت حكيت لي قبل ايام انه فترتك في الافق قديش؟ من دمج ولا سنة تقريبا؟ طيب قبلها كنت انا بفصيل عادي. لا بفصيل الفاق ما عندنا حارة؟ مش كل المنطقة مش كل الحارات عنا فيهم. في عنا في تحت الحارات بس مش كل حارة فيها عين. اوكي. اما المركز تاع كل الانفاق وين موجود؟ المركز في واحد لأسامة وواحد للمحطة. المركز تبعهم. فرجع يوم شو المحل اللي اليهود ما بكفوا ابدا؟ المستشفيات. يعني وشو العلاقة بين المستشفيات والانفاق هذه؟ المستشفيات اللي غير المسايب بتخبوا المستشفيات. وبتخبوا ايش؟ تحتها يعني؟ فيش مثلا الشفة فيها طابق بودرة، ممكن في البودرة. شفة كبيرة. اوكي. مش صغيرة الشفة تبعها. اوكي. في بتخبوا. يعني زي ما انا فاهم من كلامك كل شغلة اللي ساعات اذا هي عيادات. اه. مستشفى. بيستغلوها لهم. بيستغلوها؟ اه. عشان ايش؟ عشان انتوا بتكسبوهمش. وهيك يعني بيقدروا ينقلوا؟ بيقدروا ينقلوا كل شيء. شو زي ايش مثلا؟ عبوات، سلاح، اكل. مواد طبية لهم. للجنوب. عشان قلت لك عشان المنطقة الشفا امينة بتنقصفش. يعني امن لهم. وشو حسب علمنا يعني حسب علمي. شو بالنسبة للبنزين؟ البنزين بعضه زي ما قلت لك بيعملوا سياراتهم وجيباتهم كل شيء بعدين بيعطونا الناس. هما بيعطوا تبعتهم بواقع وبعبوا فيها بفلل وبعض. أنا كمان شغلة موضوع يعني سيطرة الحماس النخبة القسام لناس الواحد في غزة بيقدر يروح لأول ما بده. مثلا ممنوع تسافر لنا ما أقوله يعني بدك تطلع مصر ممنوع تطلع.